السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصديقان. النهاردة الحلقة الثانية في شهر رمضان المبارك، كل عام وحضراتكم بخير. برنامج الصديقان بيكون كل يوم جمعة الساعة 4 لمدة ساعة إلى ربع في رمضان، نظرا طبعا لظروف ضغط البرامج والمسلسلات في شهر رمضان المبارك. كل عام والأمة الإسلامية والمصرية والعالم كله أجمع بخير وسلام إن شاء الله. برحب بصديقي العزيز شريكي في هذا البرنامج جناب القس أثناسيوس رزق راعي كنيسة 15 مايو. أبونا برحب بحضرتك. إيش مولانا، رمضان كريم. الله أكرم يا سيدي. الصوم باين على وشك كده. لا الإرهاق، ما أنت عارف رمضان ما بنشبعش فيه، أنت ما بين صلاة وما بين الجمعة وخطبة الجمعة النهاردة وما بين، فما أنت الشبعان من ال أو الوقت مش مكفي المجهود اللي بيبذل الحقيقة في رمضان. ربنا يديك الصحة يا رب. قبل ما نبتدي أخبارنا النهاردة بمناسبة صيام شهر رمضان المبارك، كمان المسيحيين هيصوموا صيام الرسل. تعالوا نشوف تقرير عن أهمية الصيام عند المصريين ونرجع نكمل معاكم الحلقة بإذن الله تعالى. ليه بتصوم؟ أولا الصيام فرض من فروض الله. الحاجة التانية الصيام له فوائد كتيرة جدا جدا، من ضمنها الصبر، الإحساس بالآخرين. الأهم من الصوم أكل والشرب، في الصوم عن الكلام السلبي والكلام الكلام المش كويس، في صوم عن الأعمال المش كويسة، صوم عن الكراهية. والصوم مهما عملته من بره دي حاجة كويسة، لكن الطبيعة من جوه لازم تتغير. لو طبيعة اتغيرت من جوه حياتي تتصلح من بره. الصوم لأن ده فريضة وأحد أركان الإسلام الخمسة، وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن في الصيام في تقوى، في إيمان، في طاعة لله عز وجل. الصيام ده حاجة كده روحانية بين الفرد وربه. يعني بنصوم علشان كذا حاجة، يعني من الناحية الروحية يبقى فيه تهذيب للنفس وتغذية للروح. بنصوم علشان في كلمات سماوية بتقول إن عشتم حسب الجسد تموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد تحيون. إيه اللي بيعود على حضرتك من الصيام؟ اللي بيعود عليا إن أنا بحس بالفقرة جدا جدا، وبحس بالإخوة اللي ما بيلقوش ياكلوا، فده طبعا إحساس حلو جدا جدا، وببقى عايش في سعادة لما أحس بالإحساس ده. الصوم تدريب حلو للنفس، بيخليني روحيا أقدر أستقبل أمور حلوة من ربنا. في حال الصوم مفيش انشغال بأمور العالم، فدي قيمة جميلة الصوم. أنت بتتعرف على روحك أولا من خلال صومك، لأن زي ما قلت لحضرتك أنت بتسمو بيها، فأنت بتوقف كل الرغبات الجسدية اللي عندك، بتقول لها يعني توقفي لأني أتى الوقت إن أنا أساعد فيها روحي. الإحساس بالفقير يعني دي أهم حاجة. أنا على الأقل الكل بيجتمع في الشهر ده على إنه يسعد أي نفس بشرية محتاجة. الصيام كمان بيشعرنا بالفقراء، بيشعرنا بالمحتاجين، بنحس بجوعهم بحرمانهم، وبالتالي بنشاركهم نفس الإحساس، فده دافع إن إحنا نعطف على المحتاجين، نساعد الفقراء. فالصيام حاجة فريضة ومنه يعني حالة اجتماعية جميلة. في فوائد صحية، يعني تنقية للجسد من السموم، يعني راحة من يعني الأمراض والتعب الجسدي. دي حاجات مهمة الواحد كل فترة يكون متعود عليها.